سابقاً في نهاية العالم وما بعدها. الحدث الأول حينما جاء قوله تعالى في بداية سورة النحل: إذن حينما تقوم بصدم الأرض من جانبها سوف تعكس دوران الأرض بشكل فجائي وبخلال أجزاء من الثانية. منذ 1400 عام القرآن الكريم يعطينا الأبعاد وبدقة. يقول العلم الحديث ووكالة ناسا: إذا انفجرت الشمس سينفجر الهيدروجين بوجود الأكسجين. أحداث ضخمة جداً وأحداث كبيرة جداً سوف تحدث في يوم واحد وتنتهي الحياة على سطح الأرض. بعد انتهاء الحياة على سطح الأرض سيتوقف الزمن تماماً ويختفي الشعور بالكامل. يختفي الشعور حسب النص القرآني وحسب الواقع الفيزيائي في حالتين: في حالة النوم وفي حالة الموت. الله أعطانا المثالين بشكل واضح. عند النوم عند أهل الكهف نلاحظ ماذا قال القرآن الكريم: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. هذا النوم. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبسنا يوماً أو بعض يوم. ذات الشيء تماماً في حالة الموت. العزير في سورة البقرة: فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبست؟ أجاب بذات الجواب: قال: لبست يوماً أو بعض يوم. إذن عند النائم 300 سنين وازدادوا 9 يوماً أو بعض يوم. عند الميت أيضاً 100 عام أيضاً يوماً أو بعض يوم. إذن يتوقف الزمن تماماً في حالتين: عند النوم وعند الوفاة. هنالك فرق فعلاً بين يوم القيامة الذي تحدثنا عنه وبين يوم البعث. بينهما زمن لا يعلمه إلا الله. الزمن بالنسبة لنا متوقف تماماً، والدليل على ذلك هنالك لغط أن يعني يظن الناس أن اليوم هو يوم واحد. يكون الله يتحدث عن أمور تحدث في الدنيا، ينتقل مباشرة لأن الزمن صفر إلى أحداث سوف تحدث في الآخرة، لكن استمرار الأحداث نظن أن الأحداث مستمرة في ذات اليوم. والدليل على ذلك من سورة ياسين: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، يبيع ويشتري وذهب إلى عمله، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. تابع فوراً ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. نلاحظ أنه لم يتحدث عن أي زمن بين الحدثين. مثال آخر: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، وكأنه مات قبل لحظات. إذن يعطينا الآيات أن الزمن متوقف تماماً. سورة التكوير يتحدث عن أحداث سوف تحصل في يومين مختلفين: يوم القيامة ودمار الأرض، ويوم البعث والحساب. تبدأ السورة الكريمة بأحداث يوم القيامة: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، حتى يقول: وإذا البحار سجرت. يوم البعث والحساب لا يوجد بحار. إذن انتهت أحداث يوم القيامة ودمار الأرض بقوله تعالى: وإذا البحار سجرت. تتابع الآيات بأحداث يوم البعث والحساب من الآية الكريمة: وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وتتابع أحداث يوم الحساب. والقارئ لهذه الآيات الكريمة يظن أن الأحداث قد حصلت في يوم واحد، بينما هي حصلت في يومين مختلفين. حياة البرزخ لا يوجد ما يسمى حياة داخل البرزخ. لماذا؟ البرزخ في القرآن الكريم يعني الحاجز الخفيف. قال تعالى بسورة الرحمن: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ، حاجز خفيف يفصل الماء العذب عن الماء المالح. إذن بينهما برزخ. القرآن الكريم يقولها صراحة في سورة المؤمنون الآية رقم 100. قال تعالى: ومن ورائهم برزخ، فالحاجز أصبح وراءهم وليسوا هم داخل البرزخ. إذن البرزخ هو حاجز يفصل الحياة الدنيا عن الحياة الآخرة.
متى ما عبر الإنسان هذا البرزخ أصبح خلف البرزخ وأصبح البرزخ في الجهة الأخرى. إذا نركز ونقول هنالك يومين، يوم قيامة سيكون فيه دمار الأرض ويوم آخر للبعث والحساب، بينهما الزمن متوقف تماما. لماذا؟ الكافر ماذا سيقول يوم البعث؟ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، راقد ومرتاح. يأتي الجواب هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إذا كان الكافر راقد ومرتاح، ما بالكم في المؤمن؟ لكن كيف سنفسر ما ورد في سورة غافر قوله تعالى عن الفراعنة النار يعرضون عليها غدوا وعشية؟ يجب أن نميز فعلا بشكل طريف بين من يعرض على من. حينما يذهب الزبون إلى السوق، هل الزبون يعرض على البضاعة أم البضاعة تعرض على الزبون؟ الله يقول سبحانه وتعالى بسورة الكهف وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، لكن قال النار يعرضون عليها. إذن هناك فرق بين أن الفراعنة يعرضون وبين أن تعرض النار عليهم. الجواب واضح تماما، الله سبحانه وتعالى يوضح الآن للنار من هم الذين سيأتون إليها. مثل ما وعد الكافرين بالنار وعد النار بالكافرين. الله سبحانه وتعالى يقول وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، فكيف سيراها الكافر آلاف السنين ثم الله يقول سوف تعرض عليه للمرة الأولى يوم البعث؟ يومئذ للكافرين عرضا. لماذا؟ لأن النار حاليا غير مسعرة. قال تعالى صراحة في سورة التكوير وإذا الجحيم سعرت، معنى ذلك أنها حاليا غير مسعرة أصلا. الميت عنده الزمن متوقف تماما. السبب في هذه الآية الكريمة العجيبة، قالوا ربنا أمتنا سنتين وأحييتنا سنتين. أحييتنا سنتين واضحة، حياة دنيا وحياة آخرة، لكن كيف أمتنا سنتين؟ الجواب واضح تماما في سورة البقرة، كنتم أموات فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. إذن فعلا أمتنا سنتين وأحييتنا سنتين. كلنا قبل 100 سنة، 200 سنة، قبل 500 سنة أين كنا؟ لم نكن في عالم العدم، كنا أموات حقيقيين، فلم نشعر بالأحداث الماضية، لم نشعر بطوفان نوح، لم نشعر بقوم عاد. إذن كنتم أموات، فالموت القادم إلينا ليس ظاهرة جديدة، كنا فيه، عشناه في السابق، إذن علينا ألا نخاف منه. ويقولها صراحة عن يوم الحساب، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. إذن واضح أن الزمن متوقف وبدون أي إحساس، لقوله تعالى وما يشعرون أيان يبعثون. Thank you.